السلام عليكم. زار والي ولاية الجزائر العاصمة بمعية وزير الأشغال العمومية. إذا زاروا أشغال نتاع طريق اللي يربط مدينة سيدي عبد الله بمدينة زيرالدا على امتداد 4 كيلومترات، وسوف نشوف إذن الأشغال هذه في المنطقة هذه. وهنا نشوف الطريق هذا، هنايا نشوف بلي هذا الطريق هنا، وهذه المدينة تاع سيدي عبد الله هنا، وهنا نشوف المنطقة تاع زيرالدا، وهنا نشوف الأشغال يعني راهي في يعني تقريب حوالي 70%. وهنا نشوف الجزء هذا من هنا فيه بعض الأجزاء غير مكتملة، والطريق هذا ينطلق من هنا المنطقة هذه. إذن هنا فيه عدة جسور و دي باساج سفليين، يعني مناطق وين تاع التقاطع مع الطرق الثانوية. العلم فهذا يعتبر طريق سيار، والانتهاء تاع الأشغال هذه تنتهي في هذا هنا في هذا المحول، لأنه الجزء هذا هنايا باتجاه زيرالدا هو الأشغال منتهية فيه. لاحظ أن هذا الجزء الأشغال منتهية فيه بعض الأجزاء اللي كما قلنا الأشغال غير منتهية كما هنا. وللعلم كذلك أنه فيه طريق آخر هنا هذا الجهة هذه اللي راه كذلك قيد الأشغال، ودرنا عليه عدة فيديوهات في السابق العام اللي فات. سوف نذهب إليه إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله، ونوفيكم بآخر يعني التطورات تاع الطريق هذا هنايا، اللي هو في العلم طرق تعتبر ذات 3 أروقة بالإضافة إلى الطريق تاع لابون داري دورجونس، الشريط تاع الوقوف الاضطراري. وبدون ما نزيد نطول عليكم، نخليكم تشاهدون الصور التي أخذت أثناء الزيارة تاع وزير الأشغال العمومية إلى هذا الطريق هذا.